المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي الذي يحضره رئيس الجمهورية قيس سعيد يعتمد أعلان بكين وخطة تنفيذ المنتدى للفترة بين 24 و26 و2000 وبيانا مشتركا بين الصين والدول العربية بشأن القضية الفلسطينية. ويعرب البيان المشترك عن القلق العميق لدى الصين والدول العربية إزاء الصراع الذي طال أمده في غزة والذي أدى إلى أزمة إنسانية، كما يؤكد على الموقف الثابت والإجماع المهم للجانبين في الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية ومعارضة التهجير القسري للشعب الفلسطيني ودعم عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة والعمل بثبات من أجل التوصل إلى تسوية مبكرة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. هذا ووقعت الصين خلال المؤتمر عددا من وثائق التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع الدول المشاركة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.